نجد تحية مرة أخرى مع حضراتكم مشاهدينا الكرام، وختام مسك في هذه الفقرة الحوارية نتكلم فيها عن موضوع في غاية الأهمية، وهي مساهمة البنك المركزي في دعم النشاط الزراعي. زي ما حضراتكم عارفين، الدولة المصرية ممثلة في البنك المركزي المصري قدمت العديد من المبادرات اللي من شأنها النهوض بالقطاع الزراعي والصناعي والتجاري والاقتصادي، حتى النهوض بقطاع العقارات ومد يعني كل السكان والجمهور بالعقارات في الأماكن المختلفة. عايز أقول لحضراتكم في مبادرة طبعا غاية الأهمية خاصة بالنشاط الزراعي، حتى المبادرات المتعلقه بالتمويل العقاري هدفها ممكن يستفيد منها العاملين في القطاع الزراعي. عشان كده نعرف كل التفاصيل النهارده المتعلقه بمثل هذه المبادرات مع ضيفي العزيز الاستاذ الدكتور بلال شعيب، الباحث والماجستير في الدراسات الاقتصاديه. برحب بيك يا دكتور، تحياتي لحضرتك. صباح الخير على حضرتك وعلى الساده المشاهدين. شايف اهميه هذه المبادرات اللي بيتمناها البنك المركزي في دعم النشاط الزراعي ازاي؟ في ضوء توجهات الدولة وكمان البنك المركزي بالشمول المالي، استهدفت الدولة أنها تدخل كل الطبقات وكل الأطياف وكل القطاعات الدولة في منظومة الشمول المالي، وهي منظومة كبيرة بتستهدف بها الدولة تعزيز الاقتصاد الرسمي والقضاء على الاقتصاد الغير رسمي وعلى العشوائيات بشكل كامل. أطلقت البنك المركزي مجموعة من المبادرات الهدف منها هو تحريك السوق ووجود حالة رواج اقتصادي في البلد. استهدفت النشاط الزراعي، بقى في مبادرة مستقلة بدعم النشاط الزراعي في إطار مبادرة البنك المركزي لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بسعر عائد مميز 5% متناقصة. سعر العائد المميز بيتيح للمشروع ان المزارع يقدر ياخد تمويل، يقدر يحصل على تمويل. وعملت ربط كمان ما بين الزراعة والصناعة، لان مش دور الدولة انها تدعم بس الزراعة، لا كمان دي بتدعم الصناعة علشان يحصل تكامل اقتصادي ما بين المزارع وما بين المصنع. ففي مبادرة خاصة بدعم المشروعات الزراعية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. كمان في مبادرة خاصة بدعم الانتاج الدجاني ودعم الانتاج الحيواني، ومبادرة خاصة بدعم المشروعات المتوسطة. المشروع المتوسط اللي هو حجم الإيرادات بتاعه بيتجاوز حجم معين، وبالتالي بيكون سعر العائد فيه سعر مميز ب 8% متناقصة سنويا. كل ده في إطار وجود تناغم ما بين المبادرات المختلفة لإحداث حالة رواج اقتصادي في البلاد. طبعا توجهات الدولة النهاردة أنها بتساعد المزارع عن طريق شبكة تحديث شبكات الري، أن يقدر يحدث شبكات الري بسعر عائد مميز بدل ما يحصل عملية إهدار للمياه، وإحنا في أمس الحاجة لكل نقطة مياه. كمان التحويل من فكرة من استخدام الطاقات الغير نظيفة أو استخدام حتى الكهرباء لفكرة استخدام الطاقة الشمسية، وده توجه جديد ونهج جديد بينتهجه الجهاز المصرفي علشان يكون في استخدام للطاقة النظيفة، وبالتالي تعمل عملية وفرات اقتصادية لكل المشروعات. كمان في مبادرة خاصة بالتمويل العقاري في إطار منهجية الشمول المالي، يعني أي حد من المزارعين اللي هم بيسمعونا أو إخواننا في سواء كان في وجه إبلي أو في الريف أو في وجه بحري، كان بيحصل عملية تجريد للأرض الزراعية وتجريف للزراعة بحجة إن أنا عايز أبني مسكن. النهاردة في إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية بتوفير مسكن ملائم لكل المصريين، أطلق البنك المركزي مبادرة خاصة بالتمويل العقاري يقدر يستفيد منه كل المصريين، حتى كمان العاملين في القطاع الزراعي أكيد يقدروا يستفيدوا منه بسعر عائد تنافسي ومميز ب 3% سنويا، في إطار ان هو يقدر يجيب شقة ومسكن ملائم لكل المصريين. تمام. طيب المبادرات الخاصة بالقطاع الزراعي أهميتها بالنسبة للمزارع، وأعتقد يمكن كمان مبادرة التمويل العقاري زي ما حضرتك قلت دكتور بلال بيستفاد منها يعني حبايبنا المزارعين واللي شغالين في قطاع الزراعة، تنصحهم بإيه وإزاي يقدروا يحصلوا على مثل هذه المبادرات اللي من شأنها تدعمهم كمان تقدر يعني ترفع من العملية الاجتماعية الخاصة بيهم؟ في إطار كمان دور الدولة، ما يفوتنيش إن أقول لحضرتك إن أكتر بنك بيتعامل مع المزارع هو بنك الائتمان الزراعي. البنك الزراعي كان في تصريحات في الفترة الأخيرة للسيد رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي أن تم تسوية حوالي 328 مديونية متعسرة لحوالي 328 ألف عميل بقيمة 6.3 مليار جنيه، في إطار أنه يستطيع جذب تلك الشريحة للتعامل تاني مع الجهاز المصرفي، فبيقدم لهم تسهيلات، منها مثلا في منتج عند البنك اسمه باب رزق يقدر ان هو المزارعين ان هم يشتغلوا معاه، في خاصه في توجيهات مشروع البتلو ومشروعات تربيه الثروه الحيويه.
الحيوانيه والداجنه. كل اللي مطلوب من المزارع كان زمان بيطلب منه ترخيص بيطلب، لا النهارده بقى في تبسيط للاجراءات وتبسيط للشروط بهدف دعم المزارع ودعم الفلاح المصري، وبالتالي انت بتدعم الاقتصاد المصري وبتعمل عمليه اكتفاء ذاتي كمان من المنتجات ومن المحاصيل الزراعيه. الشروط والاجراءات ميسره وبسيطه ويقدر اي حد يتعامل مع الجهاز المصرفي في مظله الشمول المالي اللي بيستهدفها البنك المركزي. تمام، كل الناس تقدر تستفاد من هذه المبادرات المتعلقه بالشمول المالي يا فندم؟ لو اتكلمنا على مبادرة خاصة زي التمويل العقاري، مبادرة التمويل العقاري هي لا تستهدف موظف الحكومة ولا تستهدف موظف القطاع الخاص قد ما هي بتستهدف كل المصريين اللي موجودين على الأرض المصرية وحاملين الجنسية المصرية، يقدر يستفيد من مبادرة التمويل العقاري. المبادرة دي بتفرق ما بين حاجتين، ما بين شريحتين، هي شريحة محدود الدخل وشريحة متوسط الدخل. لو بنتكلم مثلا على إخواتنا المزارعين هيقدروا يستفيدوا من المبادرة، لو بيتميز ما بين، لو كان بالنسبة محدود الدخل هيكون مطلوب منه بس ان يكون الدخل الحد الاقصى ليه لو كان اعزب حوالي 4500 جنيه، لو كان متزوج فبالتالي دخل الاسره كله لا يتجاوز 6000 جنيه وبالتالي بنطلق عليه هنا محدود الدخل. طب لو حجم الشقه او قيمه الشقه ممكن ياخد شقه في نطاق المبادره بحوالي 350000 جنيه كامله التشطيب كامله المرافق وتكون مرخصه وبيكون هناك سند لملكيه الارض، يعني ما تكونش الارض متاخذه وضع يد، ده في مبادرة التمويل العقاري لمحدود الدخل. طبعاً ممكن حد يقولي طب أنا قدراتي المالية أكبر شوية وبالتالي أستطيع أن أنا أحصل على شقة بسعر أغلى شوية، هناك في مبادرة خاصة بالتمويل العقاري بتتيح لشريحة متوسطي الدخل بالحصول على شقة في نطاق المبادرة بنفس التيسيرات وبنفس شروط السداد اللي هي 30 سنة، فبتميز ما بين شريحتين برضو اللي هو لو هو أعزب أو متزوج. لو أعزب يبقى إجمالي الدخل الشهري أو صافي الدخل الشهري تحديداً يوصل 10000 جنيه، لو كان متزوج يبقى دخل الأسرة بالكامل 14000 جنيه. طبعا الناس هتسألنا طب أدفع قد إيه مقدم للشقة؟ في محدود الدخل المبادرة بتشترط إن احنا ندفع 10% من قيمة الشقة، وبالمناسبة واحنا بنتكلم عن محدود الدخل برضو فمحدود الدخل بياخد دعم من صندوق الإسكان والتمويل العقاري بيصل قيمته ليه 35000 جنيه لم يتم دفعهم بعد من قبل العميل، يعني مش هيدفعوا تاني، يعني التمويل العقاري أو صندوق التمويل العقاري هيساعده وده دعم غير مسترد أو غير مدفوع تاني. بالنسبة لشريحة متوسط الدخل يعني لو جاب مثلا شقه ب 350000 جنيه هو يدفع 315 بس، و 35000 جنيه دول دعم من الصندوق التمويل العقاري، دعم من صندوق الاسكان والتمويل العقاري. تمام. بالنسبه لي متوسط الدخل لا هو ما فيهوش الدعم، هو فيه بس السعر العائد المميز ب 3% متناقصه لمده 30 سنه وده اقصى تمويل اقصى فتره للتمويل. المقدمه طبعا اللي بيدفعها في متوسط الدخل، المبادره ميزت ما بين برضو شريحتين، في شريحه المتوسط الدخل لو الشقه 1.1 مليون يعني 1,100,000 جنيه فبالتالي المقدم هيكون 15%، ما يزيد عن 1,100,000 جنيه لا بنزود كمان المقدمة لتصل ل 20% من قيمة الشقة، دي قيمة المقدمة اللي هيدفعها المواطن. صحاب المعاشات، بالنسبة لأصحاب المعاشات المبادرة برضو كانت بتراعي أصحاب المعاشات وسمحت لإقراض أصحاب المعاشات ولكن بحد أقصى فترة التمويل 15 سنة على اعتبار أنه هو لا يزيد عمر المواطن في نهاية فترة التمويل عن 75 سنة، فبالتالي بتسمح له أنه هو لو طلع معاش وبقى عنده 60، لو افترضنا أنه هو عنده 60 سنة فبالتالي بتتيح له أنه هو يسدد قيمة الشقة على 15 سنة وبالتالي يستطيع أنه هو يستفيد من مبادرة التمويل العقاري. تمام جدا. هل الشروط هيبقى فيها تعقيدات ولا الامور هتبقى ميسره وفي تعليمات من الدوله بحيث ان يكون كل الناس تحصل وفي نفس الوقت ما يبقاش في ارجاء، ما فيش مده، يعني ما يجيش مثلا تدفع على شقه وفي الاخر لحد ما تخلص الاجراءات تكون الشقه اتباعت، صح كده؟ اعتقد ان الاجراءات اللي وفقا وتصريحات البنك المركزي لا الاجراءات ميسره وبسيطه. لو شفنا مثلا الشروط اللي هو بيحطها لي عشان استطيع ان انا احصل على شقه، هو اولا لا يشترط ان انا اكون شغال موظف في القطاع العام ولا موظف في القطاع الخاص، وبالتالي بيسمح لي المهن الحره وبيسمح لي العمالة الغير منتظمة إنها كمان تدخل في مظلة البنك المركزي، وده توجهات الدولة إن يكون كل الناس ليها حسابات في البنوك. البنك ليس حكرا على الأغنياء ولكن هو البنك للأغنياء والفقراء، لأن البنك هو وسيلة أو هو وسيط ما بين المدخرين وما بين المقرضين. إن البنك بياخد فلوس المدخرين ويعيد إقراضها في مشروعات تنموية للمقترضين وبالتالي إحداث تنمية اقتصادية بالبلاد.
الشرط اللي بيحطه البنك المركزي او بتحطه البنوك ان يكون العقار اللي انا هاخد فيه عقار اللي انا هشتري فيه الوحده السكنيه يكون عقار مرخص. وده ماشي مع اتجاهات الدوله النهارده انها بتحارب العشوائيه والادوار المخالفه والعقارات المخالفه، وكان في حملات كتير قوي لازاله للعقارات المخالفه. فانا بالنسبه لي كمواطن لما هروح اشتري شقه ليه احط فلوسي او ادع فلوسي في مشروع اصلا عشوائي ولا يطابق المواصفات القياسيه ولا الاشتراطات البنائيه. فبالتالي ده من مصلحه المواطن نفسه انه يشتري المسكن بتاعه في مكان مرخص. تاني حاجه او تاني شرط بيتم وضعه ان يكون العقار اللي انا هشتري فيه الوحده السكنيه ما تكونش الارض وضع يد. وده طبعا لصالح المواطن، لان انا النهارده لما احنا بنشوف كتير قوي من ناس بيشتروا عقارات في اماكن بتكون وضع يد، وبالتالي فلوسه ضاعت، هو بيحط فلوسه في الهواء، مش بيشتري منتج، يعني مش بيشتري حاجه فعليا مقابل الفلوس اللي دفعها. فده كل ده في نطاق مصلحته. تالت شرط ان يكون الشقه متشطبه وكامله المرافق، وده برده لو جينا بصينا الدوله مش عايزه اقرضه شقه وبالتالي بياخدها مثلا نص تشطيب او حاجه، وبالتالي يبقى عايز فلوس تاني علشان يمول عايزها خالصه يعني بحيث ما يبقاش في عبء بعد كده عليه. طيب اتكلمنا دكتور عن المبادرات الخاصه بالبنك المركزي في موضوع التمويل النشاط الزراعي، فعشان كده ايه هي اهم الفرص المتاحه في الاستثمار الزراعي في هذا القطاع واللي تنصح بها اخواننا المزارعين بحيث نستفادوا من هذه المبادرات؟ القطاع الزراعي لو احنا بصينا له هو كله فرص. صحيح. يعني احنا دوله تتجاوز عدد سكانها 100 مليون، فبالتالي انت قدام 100 مليون في حاجه الى المأكل بكل انواعه، سواء كان زراعه محاصيل حبوب او كان سواء كان منتجات قايمه على النشاط الزراعي زي الانتاج الحيواني والانتاج الدجني. فاحنا وعندنا عجز تقريبا في اشياء كثيره من المنتجات وبنحاول ان احنا نستوردها من بره. النهارده الدوله لها توجه انها تخف شويه عمليه الاستيراد، يعني انا عندي في عجز او في خلل ما بين الاستيدارات والواردات. انا عندي بستورد حوالي 60 مليار دولار سنويا وبصدر بحوالي 30 مليار دولار سنويا، فبالتالي في خلل هنا حوالي 30 مليار دولار، وهو اللي دفع الدوله انها تساهم قوي وانها تشجع قوي المنتج الزراعي والمنتج الصناعي على احساس على اعتبار انه يحدث تكامل ما بين الزراعه والصناعه. فنصيحتي ليهم ان احنا لما اجي ازرع منتج يعني يكون مطلوب حتى في الصناعه ان يتعمل عليه عمليات تصنيعيه. يعني في فترات سابقه كان بيتم تصدير كثير من الحاصلات الزراعيه بدون ما يتم اجراء عمليات تصنيعيه عليها. يعني احنا في فترات كان محصول زي الطماطم، ومصر دوله من الدول السته الاولى او من الدول العشره الاولى في انتاج محصول الطماطم على مستوى العالم، كان في فتره الفلاح كان بيدهس ده على اعتبار ان تكلفه النقل اعلى من التكلفه العائد اللي هتجيله من البيع. النهارده الوضع بقى مختلف، النهارده الوضع بقت الدوله عامله مبادره خاصه بالانتاج الصناعي، ومبادره خاصه بالانتاج الصناعي. المبادره دي بتركز قوي على الصناعات القائمه على الانتاج الزراعي، يعني بحيث ان المزارع يبقى عنده المحصول ده بينقله لمصنع، المصنع بيجري عمليات تصنيعيه عليه، فبالتالي ان انا هنا بشغل لوجستيات النقل وبشغل وسائل الحفظ والتخزين زي الثلاجات اللي هي بتكون قايمه على حفظ الفواكه والخضروات على حين اجراء عمليات تصنيعيه عليها في المصانع. وبالتالي ان احنا هنا الدوله وهي بتبص للمشروع ده بتبص على انها تقلل الاستيراد، وبالتالي ان انا بزود عمليات التصدير، لان اينما وجدت الصناعه وجد كمان معاها التصدير، وبالتالي ان انا بقدر استقبل كثير من الايدي العامله وبقلل وجود البطاله. طيب شايفين الحمد لله الدوله استطاعت انها تطبق الشمول المالي فيما يصب في الصالح العام وفي نفس الوقت تحسين مستوى الدخل لدى الفرد والمجتمع. شايف كل هذه الامور ازاي ترتقي يا فندم بشكل كبير جدا من مستوى الاسره وفي نفس الوقت تحقق يعني اهم مطالب الاسره، سواء مثلا عقار متمثل في المبادره المتعلقه بالتمويل العقاري، او ان يكون عندك مشروع متعلق مثلا بالمبادره الخاصه بالتمويل في المجال الزراعي وغيره، مثلا في المجالات الاخرى زي التنميه الصناعيه وغيرها. خليني اقول لحضرتك ان الشمول المالي في تعريفه البسيط هو اتاحه كافه الخدمات الماليه لكافه افراد المجتمع. طبعا كان في موروث كده ان في حد يقول لك ايه، لا انا مش هتعامل مع البنوك، انا هحط فلوسي في، يعني يتم ايداع الفلوس الخاصه بيه سواء كان ادخار او سواء كان حاجه في البيت عنده، مش هيحطه في البنك في احد البنوك. يعني النهارده الوضع اختلف، كل الاعلانات اللي بتيجي في التلفزيون في نطاق مبادره البنك المركزي للشمول المالي بتعرف الناس اهميه دور البنك
كوسيط مالي. ان البنك ده مش مجرد مكان ان انا بعمل عمليه ايداع فيه، لا ده كمان صحيح. البنك ممكن يساعدني بدور المستشار المالي. يعني البنوك النهارده فاتحه في كل فروعها. لو خدنا مثلا مثال زي البنك الزراعي، البنك الزراعي هو اكتر بنك موجود في كل قريه وفي كل مكان في مصر. البنك ده النهارده عامل مبادره اسمها باب رزق. باب رزق ان هو بيمول الفلاح البسيط اللي هو ست بسيطه عايزه تعمل مشروع صغير. يعني من ضمن الحاجات مثلا او المنتجات اللي عندهم اللي انا قريت عنها في الفتره الاخيره، ان هو بيمول الماشيه لحد حوالي 10,000 جنيه ده الحد الاقصى ليه، و5,000 جنيه سواء للاغذيه او التطعيمات المطلوبه ليها بحد اقصى 15,000 جنيه بدون شروط بدون اي حاجه. كل ده في نطاق استهداف الشرايح دي للدخول في مظله الشمول المالي. النهارده برضو كل الشركات سواء كانت شركات المحمول او ما شابه ذلك، النهارده ممكن تشحن الموبايل عن طريق ان انت ليك حساب في البنك، وبالتالي في ابلكيشن معين ده في كل البنوك. احنا مش بنتكلم او نعمل دعايه لبنك معين، ده في كل البنوك النهارده متاح ده. ان النهارده حضرتك عايز تدفع فاتوره الكهرباء، بتدفع فاتوره الغاز، اهالينا في الكره في كل مكان في مصر، في النجوع في كل مكان في مصر، هو ممكن من خلال رقم الحساب بتاعه بيخش على ابلكيشن معين. كل الناس بقى النهارده معاها الموبايلات اللي هي الحديثه، فبالتالي ده في اطار التحول الرقمي طبعا، استخدام التحول الرقمي دي كلها. يقدر ان هو يجدد رخصه العربيه بتاعته عن طريق البرنامج ده، يطلب تجديد الرخصه، يقدر ان هو يطلب بطاقه شخصيه لو كان في عمليه التجديد بس مش هيتصور. يعني في خدمات كتير، يدفع فواتير الكهرباء، يدفع فواتير الميه، مصاريف الجامعات والمدارس برضه بنفس الكلام. في مثل هذه القبيل اعتقد دور كبير جدا سواء بتبذله الدوله ممثله في البنك المركزي سواء في دعم مثل هذه المبادرات وفي نفس الوقت في تحقيق الشمول المالي. نتمنى رب كل التوفيق، وكمان كل الناس تستفاد مثل هذه المبادرات سواء في مجال الزراعه او الصناعه او حتى المتعلقه بالتمويل العقاري. نورتنا ودايما بتشرف بوجودك معايا والله يا دكتور بلال. اشكرك يا استاذ، تحياتي لحضرتك حبيبي. شكرا ليك الاستاذ الدكتور بلال شعيب الباحث وماجستير في الدراسات الاقتصاديه، شرفتني يا فندم. بشكر حضراتكم مشاهدينا الكرام لحسن المتابعه، وايضا بشكر زميلتي ماء سميح اللي كانت معايا في البدايه في تقديم البرنامج. تحياتي فريق العمل وتحياتي عاصم الشندويلي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.